سلام الله عليكم سيدنا الكرام. عادت ذكرى الجرف الصامد، ذكرى العدوان الآثم على غزة، وعادت مع أسئلة يراها الكثيرون مشروعة: كيف حال غزة مشاهدين التي ما تزال تئن تحت الحصار؟ كيف نقيم مرحلة ما بعد الحرب؟ أي دور دولي وإقليمي لرفع الحصار عن غزة؟ ماذا فعل العرب عبر جامعاتهم لتذليل الصعاب المفروضة على غزة؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها مباشرة في حصتنا مع ثلة من ضيوفنا الكرام من فلسطين وخارج فلسطين. أولهم الأستاذ عمر الغول، المحلل السياسي معنا من رام الله. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. أهلا بك. كيف نقيم هذه المرحلة، مرحلة ما بعد الحرب في غزة؟ يعني كما يعلم الجميع هو عام من الركود والمراوحة في ذات المكان وعدم الاهتمام كما يجب بآلاف العائلات وعشرات الآلاف من العائلات التي تم تدمير منازلها وبيوتها وبناء التحتية، وتم انتهاك حرمة حياة الآدمية الإنسانية، وانتهكت حقوق الإنسان بكل المعايير والقيم التي تمثلتها الأمم المتحدة عبر القوانين والأعراف والمواثيق المعمول بها من خلال جرائم الحرب التي انتهكتها إسرائيل على مدار 51 يوما في الحرب الماضية في ما يسمى بالجرف الصامت، التي أدت إلى استشهاد وجرح حوالي 13 ألفا من المواطنين الفلسطينيين الأبرياء، إضافة لتهجير ما يقارب من النصف مليون مواطن من بيوتهم. وضربت إسرائيل كما تعلم المؤسسات الأممية والمستشفيات والمدارس، ودمرت بين تدمير كلي وجزئي حوالي 100,000 منزل للفلسطينيين، وما زال أبناء الشعب العربي الفلسطيني المدمرة بيوتهم حتى اللحظة ينتظروا رحمة الإسرائيليين والعالم لكي يعيدوا تعمير ما دمروا الاحتلال والعدوان الإسرائيلي. تبقى هذه الجهود أستاذ عمر، أستاذ عمر، هذه الجهود بقت حبر على ورق، الكثيرون يرونها فقط مجرد وعود، جهود إعادة إعمار غزة. نعم، نتيجة الحصار الإسرائيلي الذي ما زال جاثما ومظللا حياة 1,800,000 مواطن في محافظات الجنوب الفلسطيني، وأيضا نتيجة عدم الوفاء بدفع الدول مانحة التزاماتها وضغطها على إسرائيل للإفراج ولرفع الحصار الظالم، وكذلك أيضا نتيجة ممارسات حركة حماس التي لم تدفع عربة المصالحة للأمام، الأمر الذي عطل وساهم في عدم دفع عربة الإعمار إلى الأمام، وما زال الأمر يعني يدور في حلقة مفرغة، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات رادعة وحازمة للضغط على دولة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي لكي يفرض عليها فتح رفع الحصار الظالم عن محافظات الجنوب والسماح بإعادة إعمار ما دمر هذا الاحتلال كليا أستاذ عمر إلى الأبد، ومن خلال الوقف الكلي لجرائم الحرب الإسرائيلية وإدانة هذا الاحتلال والعمل على إزالته كليا عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 للسماح بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين على أساس القرار الدولي 194. سيد عمر، كأن غضبا ما قد طال الحكومة الجديدة، حكومة التوافق في غزة، هناك الكثير من الموظفين من العمال خرجوا غير ما مرة في احتجاجات في ساحات وميادين غزة محتجين ضد هذه الحكومة، يقولون أنها تتلكأ كثيرا ولم تتقدم بخطوات من أجل فك الحصار عن غزة أو تحسين ظروف هؤلاء النازحين والذين تأثروا بفعل الحرب.
الحكومة قامت منذ أن قامت وهي تعمل لرفع الحصار، ولكن حكومة الظل التي تقودها حركة حماس هي التي عطلت وحالت دون معالجة قضايا المصالحة الوطنية، وإجراءات حماس التعطيلية هي التي حالت دون تقدم حكومة التوافق الوطني للقيام بمهامها. مع ذلك ما زال الرهان قائما لعل وعسى أن تعيد حركة حماس النظر بسياساتها وبإجراءاتها التعطيلية والسماح لحكومة التوافق الوطني بمعالجة كافة القضايا، لا سيما أن ملف الحكومة هو ملف واحد من مجموعة قضايا تتعلق بملفات المصالحة، منها ما زال موضوع المؤسسة الأمنية، ما زال فتح المعابر أيضا معه خاصة معبر رفح، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالإطار القيادي لمنظمة التحرير. جملة هذه بالطبع يعني حكومة التوافق الوطني كما تعلم كان وسيكون إضافة لإعادة الإعمار ومعالجة قضايا المواطنين والموظفين أيضا هو الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، والتي لم تتمكن حتى اللحظة من إحداث أي خطوة إيجابية للأمام. السبب الأساسي إضافة لدور إسرائيل أيضا حركة حماس بتفوقها مع منطق إسرائيل وبعدم فتح المجال أمام حكومة التوافق الوطني عطلت وما زالت تعطل هذا الدور. بمعنى أستاذ عمر، يا أستاذ عمر غول، بمعنى أن الفلسطينيين وسكان قطاع غزة عموما وليس فقط غزة، هؤلاء هم ضائعون الآن بين التصريحات والتصريحات المضادة. في رام الله يقولون حماس، وفي غزة يقولون حكومة رام الله. يا سيدي، أولا الشواهد بائنة وواضحة، ولكل ذي عقل الفلسطينيون في غزة ليسوا جميعا حماس، ولكن أنت تقصد أن لسان حال حركة حماس تحمل السلطة، ولكن الحقيقة الذي يعود للحقيقة ويريد أن يدقق في أدوات التعطيل فإنه يجدها بأم عينه بدون أن يبحث، ولا يحتاج للا من مجهر ولا لأي يعني أداة مساعدة للوقوف على من يعطل دفع عربة المصالحة للأمام على حركة حماس من موقع المسؤولية الوطني. وإن كانت معنية بالمصالحة الوطنية عليها أن تدفع الأمور وأن تتوقف عن دردشاتها مع حكومة بنيامين نتنياهو وتتخلى عن رهانها بتأبيد الإمارة في محافظات الجنوب، وتدفع عربة المصالحة الوطنية للأمام كي نتمكن من تعزيز عناصر الصمود الوطني ومواجهة التحديات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية التي تنتصب أمام الشعب العربي الفلسطيني. شكرا جزيلا لك أستاذ عمر الغول المحلل السياسي، كنت معنا من رام الله عبر الهاتف. الآن مشاهدينا الكرام نشاهد هذا التسجيل وهو عبارة عن فيديو عن واقع غزة اليوم، كيف هي غزة اليوم، نشاهد هذا التقرير ثم نعود. إذن هذه غزة مشاهدينا الكرام مثل ما هي عليه عندما وضعت الحرب أوزارها إلى يوم الناس هذا. ما زال الناس يفترشون الأرض ويلتحفون السماء مثلما ترون هذا الشيخ، ربما هو الآن جالس بقرب آثار بيته. الكثير من المباني هدمت على آخرها، ليست هنالك لا شوارع ولا ساحات ولا ميادين التي كانت تحصر بها غزة. أخفت الحرب كل هذه المعالم، معالم مدينة غزة، وتبقى فقط الوعود، هذه الوعود البراقة من قبل الدول، من قبل المنظمات الدولية، من قبل العرب أيضا. هذه كلها أثار الحرب الدامية التي سميت بالجرف الصامد التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة عام مضى مشاهدنا الكرام، والقطاع مثل ما هو عليه، ما تزال غزة عالقة تئن بين الأمل والألم، وما تزال تنتظر هذه الجهود
لسنا ندري متى تبدا هذه الجهود، جهود الاعمار. كلما مر يقولون بانه هنالك حركه حماس في غزه تعطل مثل ما كان يقول عمر الغول، وفي حماس وفي غزه سكان غزه القطاع ايضا يلومون الحكومه الجديده حكومه التوافق للحمد لله على اساس انها تتباطأ وتتلكأ، وضاعت جهود الفلسطينيين. مر عليهم فصل الشتاء ثم الربيع، وها نحن فصل الصيف وما تزال الامور كما هي عليه. ارحب مشاهدينا الكرام بضيف الكريم استاذ زياد العالول رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا. استاذ زياد، كيف حال غزه؟ اقول ان حال غزه بخير رغم كل ما يقال. يعني كثير من الفلسطينيين او حتى المحللين ما زال يعني هناك جدل حول هل انتصرت غزه ام لا. اخي الفاضل، في العدوان الاخير على غزه اطلق على غزه 5000 طن من المتفجرات وهو ما يعادل قنبلة نووية. اليابان استسلمت عندما ضربت هيروشيما، وألمانيا كذلك في الحرب العالمية الثانية. إذا نحن عندما نجد شعب محاصر لثمان سنوات ويصمد أمام الغطرسة الإسرائيلية وأمام العدوان المستمر لإسرائيل وللمنظومة الغربية التي تدعم إسرائيل، لأن السلاح كله غربي وأمريكي، إذا أقول أن غزة انتصرت. والانتصار لا يعني انه رفعت فتحت المعابر او رفع الحصار او انه اقمنا دوله، لكن انتصرنا انه عدونا لم يتمكن من دخول غزه، انتصرنا ان عدونا لم يحقق اي شيء مما اعلنه في عدوانه الاخير على قطاع غزه. هو اعلن انه سينهي على المقاومه، سياتي برؤوس حماس، سياتي برؤوس المقاومه، سيضرب منصات الصواريخ الى اخره. لم يحقق شيء، بل على العكس المقاومة تضاعفت والناس ما زالوا بخير. أنا أقول بخير، هناك حصار وهناك معاناة وهناك ألم، لكن غزة لم تنكسر، غزة ما زالت تقاوم، غزة ما زالت صامدة، ما زالت شاهدة على الخذلان العربي، لأن غزة تركت لوحدها، تركت ولوحدها تقاوم غطرسة إسرائيلية مدعومة بهيمنة غربية. إذن العدوان الأخير على غزة أثبت أننا قادرون على لجم إسرائيل وقادرون على صد أي عدوان. لا يعني كلامي أن غزة ممكن أن تقضي على دولة الاحتلال، لكن أنا أقول أنها تقع في المقدمة وفي خط الدفاع الأول عن فلسطين وعن الأراضي المحتلة وعن زيادة المقدسة. الوضع الإنساني ازداد تطهرا، يعني كل بداية تقريبا الآن سنة، ولكن الوضع الإنساني مثل ما هو عليه. التدهور ليس، لا نلوم أنفسنا، لا نلوم المقاومة المسلحة في غزة أو المقاومة الإسلامية أو المقاومة الفلسطينية، لا نلوم أهل غزة. الحالة الإنسانية الصعبة هي نتيجة الحصار المطبق، والحصار تتحمل أطراف دولية عبئه، يعني تتحمل مصر، تتحمل السلطة الفلسطينية، الاحتلال، المجموعة الأوروبية التي قبلت أن يكون حصار. كيف نرد على ما طرحه عمر الغول في رام الله وهو محسوب على السلطة، يقول أنه هنالك جهود من أجل رفع الحصار، من أجل إعادة إعمار غزة، لكن هنالك الحكومة في غزة تتلكأ وتباطئ. أنا أتحدى عمر الغول وأتحدى أبو مازن أنه يعطيني تصريح خلال 7 سنوات، تصريح أي مسؤول من السلطة الفلسطينية يعطيني تصريح أنه السيد رئيس الدولة الفلسطينية أبو مازن يطالب فيه بفتح معبر رفح. لا يوجد. هو لا يعني السلطة الفلسطينية، لا يعنيها رفع الحصار عن غزة، بل بالعكس، هو رفع الحصار بالنسبة لعقليتها المتغطرسة يعني قوة وهيمنة حماس على الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة. يعني في هذا المبرر هم يجعلوا مليونين من الفلسطينيين يعيشون في مأساة وفي مأزق. هناك قرار لجامعة الدول العربية بالإعمار، من يمنع جامعة الدول العربية من الإعمار؟ لماذا؟ أنت فكر، هو الآن من يسعى، من يعمل الآن في إعمار قطاع غزة؟ جهتين، والجهتين الآن هم خارج إطار سيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، اللي هي قطر تعمر في غزة والأونروا. لو هدول تحت سلطة عباس لم يعمر حجر، ولا الآن الحمد لله هناك خطة للإعمار، لكن هو المطلوب أن تكون غزة كما هي الضفة ملاحقات أمنية. لم يبين كيف، لكنه أشار إلى مسألة التباطؤ وعدم التعاون مع حكومة العمد الله. أخي، معبر حماس لو كانت تريد أن تتمسك بسلطة في غزة لتمسكت، من أجبرها على الاستقالة والموافقة على حكومة التوافق؟ لو كانت معنية أن تبقى في سدة الحكم قالت خذوا الحكومة، طيب تنازلت عن الحكومة،
معبر رفح ما زال مغلق، الإعمار لم يعمر حجر من طرف سلطة رام الله. إذا ما 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 المطلوب من قطاع غزة؟ مطلوب تجهيز، مطلوب تسليم أجهزة أمنية في غزة على غرار الضفة الغربية حتى يتم ملاحقة النشطاء والمقاومين. في الأيام الماضية أخي الفاضل، السلطة سلطة الاحتلال تباشر باعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية، وبالتوازي وبنفس الوقت سلطة رام الله في رام الله حملة شرسة ضد من؟ ضد أسرى محررين، ضد نشطاء، ضد رموز طلابية، ضد كوادر فصائلية. إذن شو المطلوب؟ لا، غزة أنا أعتقد أن غزة قادرة أن تخرج من هذا المأزق، وأن زمن الاستسلام الذي تمثله الآن السلطة الموجودة في رام الله سينتهي. وأنا أعتقد أن وجوده مرتبط بالاحتلال، الاحتلال هو من يحمي سلطة رام الله. صدقني أخي الفاضل، بدون وجود احتلال في الضفة الغربية لن تكون هناك سلطة، لأنه الناس في الضفة الغربية يعيشون مأزق أكبر من مأزق أهل قطاع غزة، لكن هذا لا أحد يتحدث عنه. الحالة الاقتصادية سيئة في الضفة الغربية، حتى لو يبدو بعض المظاهر اللي يبينوها وكأنه إحنا في عالم تاني، يعني مظاهر الآن المظاهر الرفاهية بالنسبة للضفة الغربية هو فندق كبير أو كازينو كبير في رام الله والناس منشكحة ومنبسطة في ظل أو تحت بساطير الاحتلال. هذا ليس تحرر، هذه عبودية. ما نسعى له في غزة يعانون، في حين أنه في غزة يعانون، لكن أنا أقول في غزة ما زالوا متمسكين بكرامتهم. طيب ناتي الآن إلى جهود الإعمار سازيت، أين وصلت جهود الإعمار؟ بين الفينة والأخرى نرى شاحنات تدخل عبر الحدود محملة بالإسمنت، ويقولون أنه هذه موجهة مباشرة لمشاريع ما إسمنت مواد بناء وما إلى ذلك. آخر جهود الإعمار قبلت السلطة بها أم لم تقبل؟ دعمتها أم لم تدعمها؟ سارية دعمها الاحتلال أم لم يدعمها؟ سارية. بالعكس، هو الآن كل البيوت المهدمة جزئيا بالأموال البسيطة التي تدخل لقطاع غزة تم ترميمها، ونتحدث عن آلاف. الآن هناك مشكلة في البيوت المدمرة كليا، هناك موافقة الحمد لله في الأيام الماضية لإدخالها عن طريق الأونروا. إذن هناك حركة إعمار، الخطة القطرية للإعمار ماشية، لم تم تتوقف. لذلك من يقول أن حماس عائق، لا، ليس عائق. القطريين يعملون بمعزل عن الحكومة الفلسطينية، بمعزل 100%. يشرف شخص أو سفير قطر في غزة هو يشرف بنفسه على الشركات، وهو المتعهد وهو الذي يصرف، والأونروا كذلك. إذن حماس ليس عائق أمام أي طرف يريد أن يدخل إلى غزة ويخفف معاناة أهل غزة، لكن هذه مبررة. بمعنى المشاكل السياسية تغطى على هذا الجانب ممكن، المشاكل بخصوص الحكومة، المشاكل السياسية، المشاكل السياسية هم يخترعونها. هو الآن عندما يتحدث رئيس السلطة الفلسطينية أو رئيس من يمثل، هو الآن هو صاحب القرار. هناك ليس مرجعية يا أخي، المجلس التشريعي لم يعطي مرجعية لأحد الآن، لا أبو عباس ولا للحكومة السابقة ولا للحكومة التي سوف يشكلها الآن. في كل القرارات الفلسطينية أحادية تأتي من شخص الرئيس أو المجموعة التي تعمل معه، يعني ليس هناك إجماع وطني فلسطيني على قرارات السلطة الفلسطينية. يا أخي خلينا نتعلم من الأوروبيين، يعني في اليونان عندما كان رئيس الوزراء اليوناني في مأزق لجأ إلى الشعب واستفتى الشعب. نحن بالعكس، نحن ندير ظهرنا للشعب ونفعل ما نشاء. من يعين صائب عرقات في الأيام الماضية أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير؟ شخص. طب أين المجلس الوطني؟ أين المجلس التشريعي؟ أين مرجعيات مؤسسة منظمة التحرير الفلسطينية؟ طيب هذا سزياد على المستوى الفلسطيني، ماذا عن الدور العربي؟ ألا تهمهم هذه القضية عبر الجامعة العربية؟ ماذا فعلوا من أجل فتح هذا المعبر، معبر رفح؟ لا أقول ليوم ويومين، ربما لأكثر. الدور العربي يعيش في شلل نتيجة المشاكل الموجودة في المنطقة العربية. فمصر تغرق في مشاكل داخلية، وليبيا وسوريا والسعودية واليمن مشاكل داخلية. وللأسف نحن كفلسطينيين لا لم نعد نحن على سلم أو على أولوية الجامعة الدول العربية ولا القرار الرسمي العربي. يعني القرار الرسمي العربي غير معني الآن، لا بمصالحة ولا بشأن فلسطيني. يعني القضية الفلسطينية الآن ليس بذلك المصطلح القضية مركزية، لم تعد. يعني السعودية الآن مشكلتها مع اليمن والحوثيين أكبر بكثير.
مصر مشكلتها مع الداخلية ورفضية الانقلاب والإرهاب الموجود في سيناء أكبر، وسوريا كذلك، ليبيا كذلك. فأمتنا العربية غائبة والفلسطينيون يقفوا وحدهم الآن في مأزق. أنا لذلك أقول أنه ما دمنا نحن نتنفس وواقفون على هذه الأرض نحن منتصرون، نحن لم ننهزم رغم كل ما يحاط بنا. والله يا أخي لو أي بقعة جغرافية من الأرض ألقي عليها ما ألقي من قنابل على قطاع غزة لانتهت، لن مسحت. يعني العالم يستغرب أنه لسه في غزة، يعني غزة ثلاث حروب في 10 سنوات، الحرب الأخيرة تعادل المتفجرات التي ألقيت عليها قنبلة نووية، وما زالت غزة تتنفس، وبالعكس وما زالت فيها فسحة من الراحة، وما زالت الناس فيها فسحة من الأمل للمستقبل. طيب سيد زياد، إذا عدنا إلى تلك المعاهدة التي وقعت من أجل أن تنتهي تلك الحرب، هنالك بنود توصل إليها الجانب المصري مع الجانب الإسرائيلي بحضور الوفد الفلسطيني، أين هي هذه البنود؟ للأسف أنا أعتبر أنه أخطأت المقاومة الفلسطينية عندما أوكلت طرف عربي وهو غير ضامن لإسرائيل. الطرف العربي والممثل بمصر هو غير ضامن لإسرائيل. إسرائيل تجردت من كل الاتفاقيات، بل على العكس حتى اتفاقية لا معبر ولا ميناء ولا مطار ولا مساعدات، هي الآن تعيد اعتقال ما تم إطلاقه في صفقة الوفاء. لكن أنا أقول رغم ذلك أن إسرائيل الآن في كلام كثير يحاك بالخفاء، في كلام كثير أن هناك في صفقات، في حديث. أنا أقول أنه يوجد حديث عن صفقة جديدة، ويوجد حديث عن فتح معابر وميناء، لأن إسرائيل بالنهاية إسرائيل تبحث عن مصلحتها. مصلحتها ليس باستمرار مقاومة فلسطينية في قطاع غزة، مصلحتها في هدنة وفي استقرار لأهل قطاع غزة. هي تشعر أنه بعد 10 سنوات فعلت كل شيء. إسرائيل استخدمت حصار عربي، حصار دولي، حصار إسرائيلي، استخدمت العدوان والقتل والدمار، لم تنهي على المقاومة، بل على العكس كل عدوان إسرائيل تشنه على قطاع غزة تخرج المقاومة أقوى. إذن ما الحل؟ أنا أتصور أنه حتى الحراك الموجود الآن من زيارات لمسؤولين أوروبيين لقطاع غزة، اليوم في الوزير الخارجية السويسري، قبل أسابيع كان الألماني والسويدي والإيرلندي. إذن الغرب أصبح يدرك مع إسرائيل أن لا حل لقطاع غزة إلا أن تفتح المعابر ويرفع الحصار وتعيش الناس بنوع من الكرامة. ولكن هذا الكلام تكرر كثيرا يعني السنوات الأخيرة، الكل يقول أنه لا حل إلا بفتح هذه المعابر، لكن هذا الكلام صار شعارا يعني تردد مرارا. أنا أقول أخي، وأقول بكل أسف وبكل حرقة، المعطل لأي تقدم في هذا الملف عربي فلسطيني وليس إسرائيلي وليس غربي. الغربيون نحن على تواصل مع الاتحاد الأوروبي، قبل أسبوعين كان في هناك جلسة في الاتحاد الأوروبي، قبل شهور كان في جلسة مشابهة، والكل تحدث عن وجوب رفع الحصار وتفهم حاجة قطاع غزة إلى معبر دولي إلى العالم الخارجي عبر ميناء بحري. إذن هناك قبول. إسرائيل أول أمس وزير الدفاع الإسرائيلي قرر أنه نحن نتفهم حاجة قطاع غزة لميناء ولا يوجد عندنا مانع. إذن إسرائيل والمجموعة الغربية حتى أمريكا حتى الرباعية يعرفوا أن الحل لمشاكل قطاع غزة هو برفع الحصار، ليس بتضييق الحصار. تضييق الحصار يعني انفجار في وجه المحتل. لكن المعطل أنا أقول عربي فلسطيني. الآن من يسيطر على معبر رفح؟ ولكن لا ننسى الدور الإسرائيلي أيضا، هذا لا يريدون خير الفلسطينيين، والدليل أنهم اعترضوا هذا الأسطول مرة أخرى. أنا قلت أنه المصلحة رفع الحصار مصلحة إسرائيلية، يعني بمعنى أن إسرائيل مصلحتها، يعني مش أنه هي حبا فينا، يعني مرغمة. هي إسرائيل بين أمرين، يعني لتحافظ على أمنها على أمنها. إسرائيل بين أمرين، بين استمرار مقاومة مسلحة تتعاظم رغم كل شيء، تتعاظم في قطاع غزة وهي قادرة على تهديد أمن إسرائيل، وبين أنه لا، خلينا هدولا نحجمهم ونعطي فسحة للحياة عن طريق رفع المعابر ونشغل الناس بالرفاهية الاقتصادية إلى ما آخره. إذن هي مصلحة إسرائيلية، مش حب فينا كفلسطينيين بدهم يرفعوا الحصار، وهم مرغمين كما سيطلقوا أسرانا مرغمين، لأن هناك أسرى إسرائيليين موجودين لدى المقاومة الفلسطينية. ترى أن هذه المبادرة التي
أقاموها لما انتهت الحرب، تسرع الفلسطينيون في إنجاز هذه البنود لما قالوا أنه لابد أن تنتهي الحرب بشرط إسرائيل أن تستجيب لهذه البنود. أنا أقول أن المقاومة الفلسطينية أخطأت في نقطتين. النقطة الأولى أنها سلمت رغبتها إلى ممثل السلطة الفلسطينية من يقود الوفد الفلسطيني، وهذا خطأ. يعني السلطة الفلسطينية أو رام الله أو عزام الأحمد كانوا يقولون وفد مشترك يا أخي، ليس وفد ويمثل جميع الفصائل، لا لم يمثل، بل بالعكس كان يتحدث، وعندما تتحدث حماس يقول لا هو أنا يمثل الوفد وأنا أمثل الرئيس وبرنامجي برنامج الرئيس. فأخطأت حماس عندما تركت لعزام الأحمد، حتى لو كانت حماس كانت تود أن ترسل رسالة للمجتمع الفلسطيني أنه نحن موحدين، لم نكن موحدين، بالعكس كانت هناك بعض الفلسطينيين من كانوا يريدوا أن تمرغ أنوف المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. الشيء الآخر أنا حكيت أنه الضمانة كانت ليس دولية بل ضمانة مصرية، ومصر تقصد الوسيط. مصر الوسيط كانت مصر، ومصر في وضع هي في نفسها في مأزق ولا تستطيع أن تشكل ضغط على إسرائيل، هي تريد من يدعم صمودها في النظام المصري. هم على أساس أنه الفلسطينيون أنا أذكر قالوا سننهي هذه الحرب بشرط أن تستجيب إسرائيل لهذه البنود، ثم بعد ذلك قالوا نذهب أولا لهدنة ونتناقش عبر مائدة مستتيرة يشرف عليها وسيط مصري، وكان فيها حديث على الميناء وعلى المطار وإدخال المساعدات وفتح المعابر كلها وليس معبر رفح فقط، كل هذا الكلام وافقت عليه إسرائيل. هل هذا ضرب في الصفر الآن؟ الراعي لهذه الاتفاقيات مصر. مصر لم تدعي لأي اجتماع لاحقا بحجة الانقسام الفلسطيني، بحجة الوضع الداخلي. إذن الراعي هو الآن هو المأزق وهو المشكلة، فلذلك لا توجد اتفاقيات. لكن إسرائيل الآن إسرائيل تتصرف، وهذا ما يغيظ. يعني في تعليق عمر الغول، يعني ما يغيظ من يمثل السلطة في رام الله، إنه هناك كلام ليس مع نتنياهو، لا هناك أطراف دولية تتدخل الآن لعمل اتفاق مع قطاع غزة بغير المرور عبر بوابة رام الله، وهذا ما يغيظ رام الله. طب ما أنت يا رام الله، ما أنت عندك فرصة 8 سنوات 10 سنوات، ماذا فعلت لغزة؟ أنا أجزم أنه لا توجد أي محاولة لفتح معبر رفح من أيام الرئيس السابق مبارك إلى الرئيس الحالي، بل على العكس على الأقل في فترة مبارك كان يسمحون بهذه الأنفاق. الآن ليس هناك أنفاق ولا معبر فتح. صحيح، لا أنا أحكي عن دور سياسي لرام الله، يعني غير موجود. كان خلال فترة مبارك وحصار قطاع غزة، صح كان النظام المصري السابق يفتح المعبر على فترات، وهناك كانت أنفاق. الآن المعبر مغلق والأنفاق مغلق مزدر. وهذا يعني أنه محاولة حصار منيع ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. لكن الآن عام على الحرب، غزة لم تنكسر، غزة ما زالت مرفوعة الرأس، غزة ما زالت عايشة، غزة ما زال يوجد فيها أعمار رغم تأخره. ونقول أن الأيام القادمة حبلة بالمفاجآت، وبوادر انفراجة للحصار في غزة الحديث عنها في الأيام الماضية كثر، وموافقة إسرائيل بالأمس على تسليم الأونروا لإعادة إعمار ما دمرت بيوتهم شبه كامل 100%، هذا يعني أنه مشكلة البيوت المدمرة 100% انتهت. البنية التحتية قطر تمشي فيها على قدم وساق رغم كل شيء، مصر تدخل وإسرائيل تدخل. حتى مصر عندما وقفت عائق ضد خطة الإعمار القطرية مشيت بإسمنت إسرائيلي. وأنا أقول بكل أسف، نحن لا نتمنى ذلك، نتمنى أن تستفيد دولنا العربية، نتمنى أن تستفيد مصر من ميزانية الإعمار التي تقدر بمليارات. لكن عندما تغلق مصر بوابتها الاقتصادية بالنسبة لمصر، مثل ما أثرت، النظام المصري الآن الحالي يرى في غزة شوكة الآن، ليست فقط شوكة. أقول لك لماذا، أنا فقط أطرح وجهة نظرهم على أساس أنه الإرهاب والعنف الموجود في سيناء، الموجود في شيخ زويد، هذا كله قادم من غزة بدسائس سميها مثل ما شئت. الآن النظام الانقلابي في مصر يرون أن الذي يحدث في غزة يجب أن ينتهي، ولا يمكن فتح هذه المساعدات طالما أن هنالك شبهة. هم لم يقروا بأن هؤلاء أفسدوا فعلا، ولكن تلك الشبهة تمنعهم من التعامل مع غزة. ليس هذه الشبهة، بل كلام فارغ، بل هذه اسطوانة لحصار قطاع غزة. من يتابع ويراقب الوضع في قطاع غزة، أول شيء داعش هي تكفر أصلا قطاع حماس، هي داعش لا تعترف بحماس وتعتبرها لا تقيم شرع الله إلى آخره. حماس تحارب داعش في قطاع غزة،
إذن كيف يقول لك أنه في تعاون؟ السلاح يا أخي غزة محاصرة، السلاح اللي يأتي بone way باتجاه واحد من مصر لقطاع غزة، إحنا ما عندنا سلاح حتى نوديه لمصر. السلاح الذي يهرب إلى قطاع غزة يأتي من مصدر عبر الحدود المصرية. إذن كيف يتهمون غزة أنه تزود الجماعات المسلحة بسلاح؟ ما السلاح موجود في مصر، الجماعات المسلحة لا علاقة لها، الموجودة في سيناء لا علاقة لها بغزة، بل على العكس أنا أقول لولا سيطرة حماس على الحدود مع قطاع غزة لكانت الأوضاع أسوأ 100 مرة. سيطرة حماس ومراقبة للحدود الفلسطينية المصرية هي تمنع أي ثغرات أمنية من غزة إلى مصر أو من مصر إلى غزة، بل على العكس حماس والمقاومة الفلسطينية حريصة على الأمن القومي المصري العربي، وهي خط دفاع أول، ولن تكون يوما من الأيام في خانة ضد الجيش المصري أو ضد الأمن القومي العربي. يعني أنا فقط حتى أستشف من كلامك بأنه القضية الفلسطينية لم تصير تلك القضية المركزية، ليس فقط للفلسطينيين العرب بل للمصريين خصوصا، طالما أن مصر بنظامها الجديد منشغلة بنفسها ولا تفكر في رفع الحصار عن غزة. أنا أقول أن قضية فلسطين مركزية لكل أحرار العالم، الشعوب العربية والإسلامية، لأحرار العالم في الغرب، في أمريكا، في أستراليا، في أمريكا الجنوبية. الآن أنا أقول للمنظومة العربية القائمة هناك ما يشغلها عن قضية فلسطين في الوقت الحالي، فأصبحت ليس أولوية من أولوياتهم. تمام. يعني عندما تتحدث الآن عن مصالحة للنظام السعودي يقول لك لا، مشكلتنا مع في اليمن والحوثيين الآن ملف أهم 100 مرة من الملف الفلسطيني. الملف الفلسطيني شائك وطويل ومعقد، فغير مستعجلين على أي خطوات في هذا الاتجاه. نعود الآن لهذا الأسطول الحرية رقم 3 المزمع وصوله إلى غزة، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن لا يصل هذا الأسطول وتخطفته إسرائيل في المياه الإقليمية. ضعنا في صورة ما حدث للأسطول. هو بداية أنا أقول أسطول الحرية أسس، شو أهداف تأسيسه؟ نعم. كان أهداف تأسيسه كسر الحصار المفروض عن قطاع غزة، وهذا نعم. الحصار له تجاوز 8 سنوات. كان في عام 2010 أسطول الحرية 1 وحقق أهداف أعتقد كبيرة جدا، حتى لم يرفع الحصار، وبالنهاية أنت تحقق نقاط، يعني النصر والهزيمة هي بتسجيل نقاط وليس بالضربة القاضية التي ممكن البعض يفسر. أحيانا تكون الانتصار بضربة قاضية. أسطول الحرية 3 هو مشى على نفس الدرب، وحاولنا أن نوصل صوت أهلنا المحاصرين في قطاع غزة للخارج. عملنا منذ 6 شهور، وهو تحالف دولي، يعني تحالف في عرب، في مسلمين، في غربيين، أوروبيين، كوكتيل يجمعهم حب فلسطين ويجمعهم هدف واحد هو كسر الحصار. الآن نحن إسرائيل حاولت خلال الشهور الماضية تتبع كل النشطاء الذين يعملون في هذا الأسطول، تتبع حركة السفن وأين موجودة لمحاولة تعطيل هذا الأسطول. أنا أقول فشلت، ربما وصلت إلى أحد السفن وعطبتها، بمعنى أنه يوجد مافيات، يعني مافيا مرتزقة يدفع لها الاحتلال الإسرائيلي للقيام بهذه الجريمة. أسطول الحرية 3 الحمد لله أبحر، رغم كل التهديدات، رغم اليونان وما تعانيه من أزمة اقتصادية ومن ضغوطات سياسية، إلا أنه أبحر. الآن كان عندنا خطة، الخطة تقول أنه إحنا 5 سفن تتحرك، 2 يستمروا بالإبحار باتجاه قطاع غزة، 3 يرجعوا بهدف أنه يتم إعادة استخدامهم لأسطول آخر، لأنه إحنا في النهاية كنشطاء ما عندنا الميزانيات الضخمة. صحيح. اللي ممكن كل أسطول نحن نشتري سفن بمئات الألاف من الدولارات، فكانت خطة أنه نضحي بواحدة تكون هي ثمن إيصال رسالة إلى العالم أن هناك شعب محاصر في قطاع غزة، إيصال رسالة للعالم أن إسرائيل دولة متغطرسة تتعدى على القانون الدولي كما فعلت من اعتراض السفينة مريان. الآن سفينة أعطبت في اليونان و4 سفن أبحرت، 3 رجعوا ضمن الخطة ورجعوا بسلام. سفينة الأولى وهي سفينة مريان، وكان على متنها الرئيس السابق التونسي المرصف المرزوقي، باسل غطاس، نشطاء دوليين، صحافة إلى آخره. أنا أعتقد أنه أوصلنا صوتنا للعالم أن إسرائيل دولة معتدية تتعدى على القانون الدولي، والسويد الآن بما أن السفينة السويدية تتابع قانونياً
ملاحقة إسرائيل، لأن الاعتداء على السفينة مريان تم في المياه الدولية قرابة العريش السواحل المصرية، وكان اعتداء في المياه الدولية. فهذه نقطة نسجلها ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم. النقطة الثانية أنه أوصلنا صوتنا للعالم، نحن نتحدث عن أسابيع والإعلام الغربي العربي كل الإعلام هو يتابع حركة أسطول الحرية رغم الحالة العربية التي تحدثنا عنها، يعني حالة عربية لا أحد الآن ينتبه أو يلتفت إلى قضية فلسطين إلا أن أسطول الحرية كان يمثل رمز للأحرار صحيح. في العالم. وبالعكس أنا أتصور أنه حققنا أهدافنا وحالة التضامن مع يعني الرسالة وصلت. أسطول الحرية تتعاظم ورسالتنا وصلت إلى طيب سأعود لك أستاذ زياد الآن. مشاهدينا الكرام مرحب بانضمام الأستاذ نعيم الخصاونة نائب الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي وهو محلل سياسي أردني. أستاذ نعيم بعد الترحيب بك، ضعنا في صورة هذا الحصار، حصار غزة الذي طال، بالإضافة إلى هذه التداعيات والآثار الأليمة التي خلفتها الحرب على غزة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم لإثارة مثل هذا الموضوع الهام في هذا التوقيت. حقيقة عام كامل مضى على العدوان الهمجي الذي شنه الكيان الصهيوني على قطاع غزة، ظنا منه أنه يستطيع أن يزيل حاجز المقاومة ويقضي على شأفة المقاومة في قطاع غزة الداعية إلى تحرير الأرض والإنسان. للأمانة كان هناك جهود دولية مقدرة تسعى لرفع الحصار وإعادة الإعمار، ولكن كما هو العادة والمتوقع فإن النفوذ الصهيوني ونفوذ القوى المساندة له استطاعت أن تفشل إعادة الإعمار وأن يستمر الحصار. وكان الحصار يعني بكل أسف نقول يتم بأيدي صديقة وبأيدي شقيقة. الحصار الخانق كان تقوم كان للأسف يعني بإغلاق المعابر وفي مقدمتها معبر رفح، عدم إدخال مواد البناء، عدم إدخال الحاجات الأساسية الرئيسية التي يحتاجها المواطن العادي، استمرار الحصار على الوقود وتعطيل أكثر من مرة محطات توليد الطاقة الكهربائية وهي أساس وعماد الحياة اليومية للمواطن. الدول العربية الشقيقة للأسف كانت جهودها ضعيفة جدا باستثناء الجهد القطري المقدر الذي قامت به من أجل مد الحياة لمحطة توليد الطاقة الكهربائية في قطاع غزة. للأمانة هنالك جهود قام بها أحرار وشرفاء من العالم، جهود إنسانية نقدرها لإغاثة الشعب المحاصر في قطاع غزة، لمد يد العون، وكان آخرها تسيير أو محاولة تسيير أسطول الحرية 3 لكسر هذا الحصار وإنهاء هذا الحصار. نحن نطالب القوى الحرة في العالم أن تقوم بأداء إنساني مقبول من أجل رفع المعاناة ورفع الحصار عن شعب أعزل ليس له ذنب وهو يعيش في ظروف إنسانية بئيسة جدا، وشن عليه العدو الصهيوني 3 حروب رئيسية كبيرة، والعالم والقوى المختلفة يعني تنفذ حصار يخدم الكيان الصهيوني ويؤدي شكرا إلى إنسانية عظيمة. بارك الله فيك أستاذ نعيم الخصاونة نائب الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي والمحلل السياسي، كنت معنا من الأردن عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أستاذ زياد في دقيقة أو دقيقة ونصف، ماذا نقول للفلسطينيين وهم يحيون هذه الذكرى الأليمة؟ أنا أقول أهل غزة خصيصا، أقول لأهل غزة أن هذه الغمة ستزال والمقاومة الفلسطينية لن تنكسر. صبرا، هناك انفراج. أنا أقول أن هذا الحصار فشل وصمودهم هو من أفشلهم، صح دفعوا ثمن وأسأل الله أن يتقبل هذا الأجر، يتقبل رباطهم وجهادهم وتحملهم على ما عانوا خلال الصبر. وأيضا لا الصبر ودعم المقاومة الفلسطينية، لأنه هو المقاومة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو من يحتضن هذه المقاومة،
المقاومة تستمد قوتها وصمودها من الشعب الفلسطيني. وأنا أقول رسالة إلى من يراهن على كسر إرادة الشعب الفلسطيني سواء إسرائيل أو أطراف عربية أو دولية، أنها ستهزم، والشعب الفلسطيني إسرائيل لم تستطع أن تناله منه على مدى عقود ماضية، بل على العكس هو الآن يسترد عافيته وقوته، والمستقبل لنا وقريبا ستكون لنا دولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمة القدس. جزيل الشكر أستاذ زياد، بارك الله فيك. زياد العلول رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، والشكر موصول لضيفين الكريمين نعيم الخصاونة نائب الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي كان معنا من الأردن، إضافة إلى عمر الغول المحلل السياسي كان معنا من رام الله. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.